بأيام الأزمات أكو أنظمة سياسية تضطر تغير وجوهها مؤقتاً. أي نعم، وهذا اللي صار بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية. النظام السياسي بالعراق لقى نفسه بدائرة ضيقة مخنوق، بحيث حتى الثعلب نور السعيد عجز عن إيجاد فتحة تنفيس. جدر الضغط يغلي وتنفيس ماكو. الأمور بدت السوء بعد انفراد الضباط القوميين بصنع القرار، خصوصاً بعد مقتل الملك غازي. الأمور فلتت وصار طه الهاشمي ورشيد علي القيلاني وفهمي سعيد هم الحكام الفعليين، ولو ما الثعلب نور السعيد كان العراق صار هتلري بشاربين فاشيين. بس أبو صباح لعبها صح وقام يطق راس براس، وصولاً لحركة مايس 41 اللي كانت حركة انتحارية بالنسبة للعروبيين. فشلت الحركة وعاد النظام السياسي للمربع الأول. صار جميل المدفعي رئيس وزراء بس كان ضعيف وفلتت منه واستقال. كلفوا نور السعيد اللي شكل حكومة من وزراء تازة ما بيهم واحد مشتغل ويا المدفعي ولا قبل المدفعي. الباشا سوى شغل واستعاد ثقة الإنجليز، بس المشاكل كانت ثقيلة، وكل ما الباشا يزرق النظام إبرة علاج تطلع لأعراض جانبية. نور السعيد يأس وتعب وقرر يبدل فريقه. جاب توفيق السويدي نائب إله، بس هم ما فادت لأن الأوضاع السيئة خلت الناس تؤمن بحقيقة واحدة، وهي أن كل هاي الوجوه فاشلة وصعب إبقائها. لهذا البلاد والإنجليز قالوا كافي، لازم نور السعيد يرتاح أو تتشكل حكومة ما بيها أي رمز تقليدي تكره الناس. هنا انقسمت القوى السياسية بين رأيين، ناس تقول نخلي الشباب يستلمون الدفة، وناس تقول بل نبقى الشيوخ. إلا نور السعيد قال مو هيك عمي، الشباب ما عندهم خبرة والشباب ما مقبولين، الحل أن نخلي شباب يقودهم شياب ما مستلمين مناصب كبيرة. وصار الاتفاق على حمد الباتشاتشي. نور السعيد حسب انه الباتشاتشي ما يبقى غير كم شهر بين ما يروح يستجيم بأوروبا ويرجع، لكن اللي صار انه الباتشاتشي انقبل محليا وعربيا، وكانت علاقته بسوريا ومصر والأردن ممتازة. لهذا بقى سنة ونص وكان شبه حل تنفيسي لنظام مختنق، بمعنى انه النظام السياسي مرات يضطر يغير رؤوسه لمتطلبات معينة، ظروف محلية أو تعقيدات خارجية. وهذا اللي صار بعد حركة مايس. حمد الباتشاتشي كان حل عمره سنة ونص. هسه صار واضح إخوان؟